لليوم الثاني على التوالي تشهد اللجان الانتخابية بمختلف المحافظات توافدا كثيفا من جانب السيدات اللواتي يحرصن على المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية. وتصدرت السيدات المشهد في عدد كبير من اللجان رافعات أعلام مصر ومرددات هتافات تحيا مصر للتأكيد على حقهن في المشاركة السياسية واختيار من يمثلهن لقيادة مصر في المرحلة المقبلة، فيما استحبط بعض السيدات أبنائهن في مراحل سنية مختلفة لمشاركتهن أثناء عملية التصويت.